نعمل كيك السبونج بدقيق البندق. دلوقتي هنقول مع بعض مقادير الكيك. عندنا 135 جرام زبدة، 110 جرام سكر، 120 جرام صفار بيض، 180 جرام بياض بيض، 60 جرام سكر، 40 جرام دقيق كيك، 40 جرام كاكاو، 55 جرام بندق يكون مطحون ناعم يبقى زي الدقيق. هنبتدي دلوقتي نحط البياض في العجان وهنضربه لحد ما يكون هش ولونه ابتدى يبقى ابيض، وبعد كده هنبتدي نضيف له السكر بتاعه شويه شويه. وفي العجان التاني هناخد السكر، هنحط معاه الزبده، هنضربهم لحد الملمس ما يبقى ملمس كريمي، وبعد كده هنبتدي نزود البيض شويه شويه. نبتدي اضربهم، دلوقتي ملمس الزبدة والسكر بقى كريمي، هبتدي أزود صفار البيض شوية شوية. دلوقتي البياض ابتدى يبقى لونه أبيض وهش، ممكن أبتدي أزود السكر شوية شوية، وفي نفس الوقت هاخد الكاكاو الدقيق ودقيق البندق وأعديهم مع بعض من المصفى مرة أولى، وبعد كده هرجع أعمل كده تاني فوق خليط الكيك. أوكي. نكمل ضرب البياض. كده البياض جاهز. هاخد الصفار احطه في بول كبيرة عشان تسهل عليا، التقليب وهبتدي احط البياض والكاكاو ونوعين الدقيق اللي عندي، دقيق كيك ودقيق البندق بالتبادل مع البياض. حط نص الكمية. زي ما احنا شايفين كده كلهم اختلطوا مع بعض، بحيث ان انا مش محتاجة اقلب كتير علشان التلات انواع من الدقيق اللي انا حطيتها، او يعني كاكاو مع نوعين من الدقيق، يختلطوا بالخليط الكيك بسهولة. نقلب بالراحة خالص، برضو ثلاثة اربع تقليب. اوكي. ودلوقتي نضيف الجزء الثاني من البياض وبقية الدقيق والكاكاو ونخلط مع بعض بالراحة خالص. يبقى كده فضل لنا آخر كمية من البياض، كده تقريبا ثلاثة اربع تقليب. هنحط آخر كمية من البياض ونقلبهم مع بعض بالراحة بس كويس، ويبقى كده خليط كيك السبونج اللي فيه مكسرات
جاهز. اوكي كده هو خلاص جاهز. هنجيب صينية، والصينية نكون دهنين القاع بتاعها بس، هو دهنينه زيت، وحاطين ورق زبدة زي ما احنا شايفين، ورق زبدة فوق الزيت اوكي، علشان نطلع الكيك من الصينية بسهولة، لان طبعا الكيك ده بيلزق وبعدين طري قوي لو من غير اللي في القاع ده مش هنعرف نطلعه بسهولة. نحط خليط الكيك في الصينية، نسويها شوية من فوق، ودلوقتي هندخلها فرن بدرجة حرارة 180 درجة.